السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم زميلتكم سلمى سامح. هشرح لكم ان شاء الله فايل عملي تبع المولكولار بيولوجي مقسوم لجزئين. اول جزء معانا هو اسمه الجينيتك كلونينج، الاستنساخ، نسميه الله كده ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونبدا سوا. الاستنساخ هو عباره عن ايه؟ عباره ان انا بجيب حته من الدي ان ايه، الحته دي عايزه اعمل منها حتت كتير ونسخ تانية كتير، يبقى ده الاستنساخ. بعمل الكلام ده فين؟ بعمله جوه الجسم، يبقى ان فيفو امبليفيكيشن اوف تارجت دي ان ايه. تمام، ان فيفو امبليفيكيشن اوف تارجت دي ان ايه. تمام، طيب ايه اللي انت محتاجه عشان تعمل استنساخ؟ اكيد محتاج جين انسخه، ومحتاج انزيمات قص ولزق. محتاج انزيمات ايه؟ قص ولزق. تمام، محتاج ايه كمان؟ قال لي محتاج حاجه تنقل الجين ده، حاجه تنقل الجين توديه للمكان اللي هنسخ فيه. حلو، يبقى دي الريكويرمنتس بتاعتي. محتاجه ايه عشان اعمل كلونينج؟ اول حاجه محتاجه دي ان ايه فراجمنت، حته من الدي ان ايه كده عليها الجين اللي انا عايزه انسخه. ريستريكشن ولايجيز انزيم، انزيمات قص ولزق. فيكتور، الفيكتور ده عائل او وسيط، حاجه هتشيل دي ان ايه اللي انا عايزه انسخه الجين ده توديه للهوست سيل. ايه هي الهوست سيل دي؟ ده المكان اللي هيحصل فيه ريبليكيشن للريكومبايننت دي ان ايه. يعني ايه ريكومبايننت دي ان ايه؟ مش احنا اتفقنا ان انا بقص حته من الجين اللي انا عايزاها واربطها في الدي ان ايه بتاع الفيكتور علشان اخد الفيكتور الدي ان ايه بتاعه مع الحته اللي انا قصتها اوديها للهوست سيل تتنسخ. ده اسمه ريكومبايننت دي ان ايه. هو ده كده اهو الدي ان ايه الحته اللي انا عايزاها ومتشاله على حاجه اسمها ايه، بلازمد، لسه هنقولها السلايد اللي جايه ان شاء الله. يبقى دي الحته اللي انا عايزاها، وده الدي ان ايه بتاع الفيكتور، دي على بعضها كده اسمها ايه، اسمها ريكومبايننت دي ان ايه. هيجي سؤال يقول لي all of the following are requirements of gene cloning except دي ان ايه فريجمنت، معايا ريستريكشن انزيم، معايا لايجيز انزيم، معايا فيكتور، معايا هوست سيل، معايا. هيقول لي مثلا دي ان ايه بوليميريز، لا غلط، يبقى ده الاجابه، يبقى دي مهمه نعرف عناوينها. تمام، بعد كده بيقول لي ايه هي انواع الفيكتور. اول حاجه اسمها بلازمد. ايه هي البلازمد دي؟ هو اللي كان في الصوره ده، ده بيبقى عباره عن دي ان ايه مدور كده، يعني بيبقى سيركولر، هو اتنين ستراند، يعني دبل ستراند دي ان ايه، بس بيبقى لافف دايره سيركولر. الميزه فيه ان هو بيحصل له ايه، ريبليكيشن اوتونوماسلي، يعني منه لنفسه كده فاوتوماتيك يعني. اما بيوصل للبكتيريال سيل، انا نسيت اقول لكم ان معظم الهوست سيلز غالبا بتبقى خلايا في خلايا بكتيريا. تمام، يبقى اول فيكتور اللي هيتشال عليه الحته اللي انا عايزه اعمل لها نسخه من الدي ان ايه هو ايه، هو البلازميد. ايه المميز فيه؟ ان هو سيركولر اكسترا كروموزومال دي ان ايه، بيحصل له ريبليكيشن اوتونوماسلي، يبقى هو سيركولر اوتونوماسلي. طيب البكتيريوفاج، البكتيريوفاج ده لينير دي ان ايه، ده كان سيركولر مدور، انما لا ده خطي. بيجي منين؟ قال لي بيجي من حاجه اسمها بكتيريوفاج لامدا. ايه البكتيريوفاج لامدا ده؟ ده عباره عن بكتيريا الفيروس، يعني فيروس بيعمل انفكشن او بيصيب البكتيريا زي الايكولاي. تمام، يبقى انا عرفت البلازميد ده مدور وبيحصل له ريبليكيشن اوتونوماسلي، البكتيريوفاج لينير وبيعدي بكتيريات زي الايكولاي، المهم ان هو لينير وخلاص. طيب الكوزميتس، ايه هو الكوزميت ده؟ ده عباره عن مزيج من البلازميد والبكتيريوفاج، يبقى عباره عن مزيج من البلازميد والبكتيريوفاج. طيب ايه المميز فيه؟ ان هو يقدر يعمل استنساخ او كلونينج للارج دي ان ايه فريجمنت كبير من 28 ل 45 كيلو بيز. يبقى كام؟ من 28 ل 45. حلو، نقول تاني بقى، يبقى ده كده البلازميد. البلازميد بيبقى سيركولر وبيحصل له ريبليكيشن اوتونوماسلي، انما البكتيريوفاج بيبقى لينير، بيبقى لينير. طيب الكوزميد، الكوزميد هو مزيج من الاثنين، من البلازميد ومن البكتيريوفاج. المميز فيه ان هو بيعمل ريبليكيشن لايه؟ للارج دي ان ايه، لارج دي ان ايه. طيب في ثلاث حاجات معايا، ثلاثه اسمهم ارتفيشال كروموزومز، بكتيريال ارتفيشال كروموزوم، يست ارتفيشال كروموزوم، هيومن ارتفيشال كروموزومز. البكتيريا الارتفيشال كروموزومز دي الميزه فيها ان هي بتعمل كلونينج للدي ان ايه كبير قوي، وبرده اليست والهيومن، يعني الثلاثه دول ميزتهم ان هم يعملوا كلونينج لجزء كبير قوي من الدي ان ايه. البكتيريا لحد قد ايه؟ اب تو 350 كيلو بيز، 350 الرقم ده مهم، 350. طيب اليست، اليست 1 ميجا، 1 ميجا اللي هي 1000 كيلو.
طيب الهيومن ارتفيشال كروموزومز، قال لي نو ابر ليميت اون سايز فور بارتيكولار بيربز، مفيش يعني ابر ليميت. تاني يبقى انا معايا البلازميد سيركولار اوتونوموسلي، بكتيريوفاج لينير، الكوزميدز مزيج من الاثنين لللارج دي ان اي فراجمنتس، البكتيريا الارتفيشال كروموزوم 350 كيلو بايت، اليست 1000 كيلو اللي هي 1 ميجا، والهيومن ارتفيشال كروموزومز. تمام. بعد كده بيقول لي بقى ان انت عشان تفرق الخلايا اللي هي الايه الهوست سيل دي بيبقى فيها الريكومبايننت دي ان ايه، ازاي تفرق الخلايا اللي فيها ريكومبايننت من الخلايا النون ريكومبايننت دي ان ايه؟ والله المفروض ان الريكومبايننت ده عباره عن جزء فيكتور، جزء بتاع الفيكتور، والجزء الثاني اللي انا عايزه اعمل له كلوننج، الجزء اللي عايزه اعمل له كلوننج. الجزء بتاع الفيكتور ده بيبقى عليه حاجه اسمها ايه، اسمها امبيسيلين ريزيستنت جين. الامبيسيلين ريزيستنت جين ده جين مقاوم للامبيسيلين اللي هو المضاد الحيوي، فانا لو حطيت الجزء ده على بعضه، الريكومبايننت جين ده على بعضه في وسط، الوسط ده فيه امبيسيلين هيقاومه وهينمو عادي وهيحصل له ريبليكيشن. طب لو انا معايا يعني دي ان ايه تاني، الدي ان ايه ده نون ريكومبايننت يعني مفيش الجزء ده، وحطيت عليه امبيسيلين، مفيش ده وحطيت عليه امبيسيلين، ايه اللي هيحصل؟ مش هينمو لان الامبيسيلين هيقضي عليه. تمام. يبقى افرق ازاي بين الخلايا دي الريكومبايننت والنون ريكومبايننت؟ بعمل حاجه اسمها سكريننج. بعمل ايه؟ قال لي المفروض ان انا عندي امبيسيلين ريزيستنت جين في الريكومبايننت سيل، لو حطيت الامبيسيلين على الخلايا اللي هي ريكومبايننت هيتضاعف عادي، دي ان هي تضاعف يحصل ريبليكيشن وهينمو عادي خالص، او عن طريق حاجه اسمها بروب فور تارجت دي ان اي. بروب يعني انا بجيب زي شريط من الدي ان اي في القواعد المكمله، ومش مهم الطريقه دي خالص، المهم بس نعرف بعمل سكريننج عن طريق ايه، امبيسيلين ريزيستنت جين. تمام. طيب ايه هي الكلينيكال ابلكيشن بتاعت الكلوننج والاستنساخ ده؟ انت المفروض استنساخ علشان انت معاك دي ان ايه، الدي ان ايه ده هتعمل منه نسخ تانية كتير. ايه اهميته في الاخر؟ كنت باجي في الاخر اعمل ايه، بعمل اصنع بروتين، صح؟ يبقى في النهايه كل الحاجات اللي هصنعها هي بروتينات، زي الانسولين والجروس هرمونز. يعني انسولين مثلا حد دايابيتك مثلا عنده سكر بياخد انسولين، ما الحاجات دي مصنعه عن طريق تضاعف الدي ان ايه والاستنساخ والكلام ده، او ان انت تعمل فاكسين، دي كلها حاجات بروتين، او حاجه اسمها جين ثيرابي. في ناس عندهم مشاكل في الجينات العاديه الطبيعيه الموجوده، فانت بتعمل ايه، بتجيب الجين النورمال، تجيب جين من شخص نورمال يعني نورمال كوبي من الجين ده، وتعمل له تضاعف كتير قوي، وتبدا تدي للاشخاص اللي عندهم مشاكل. زي ايه الامراض دي؟ سيستيك فايبروزس، نيورو ديجنراتيف ديس اوردرز، وادينوزين دي امينيز ديفيشنسي. تمام. تاني نعرف بس اسامي الحاجات. يبقى انا بصنع ايه في الكلينيكال ابلكيشنز؟ بروتين. هيقول لي بتصنع ليبيد؟ لا ما بصنعش ليبيد، بصنع بروتين او فاكسين او بعمل ثيرابي، جين ثيرابي. زي امراض ايه؟ سيستيك فايبروزس، نيورو ديجنراتيف ديس اوردرز، دي بتبقى حاجات في الاعصاب، وادينوزين دي امينيز ديفيشنسي. تمام. وسيستيك فايبروزس ده في اللنج. حلو. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه في الجزء ده؟ اتكلمت ان انا عندي كلوننج ريكويرمنتس، ايه الحاجات اللي محتاجاها؟ محتاجه حته من الدي ان اي، دي ان اي فراجمنت، ومحتاجه ايه كمان؟ انزيمات قص ولزق، لايجيز وريستريكشن انزيمز، ومحتاجه ايه كمان؟ محتاجه فيكتور ينقل لي الانزيم الدي ان اي ده، ومحتاجه هوست سيل يحصل جواها الريبليكيشن. طيب ايه هي انواع الفيكتور؟ قلت ان انا عندي البلازميد المدور، وعندي البكتيريوفاج اللينير، وعندي الكوزميد بيبقى مزيج من الاثنين، وعندي كمان البكتيريا الارتفيشال كروموزومز بتشيل لحد 350 كيلو بايت، وعندي اليست ارتفيشال كروموزوم، وعندي الهيومن ارتفيشال كروموزوم. يعني ايه ريكومبايننت جين؟ ده عباره عن الجين اللي انا عايزه انسخه متشال على الفيكتور، وده كده بيبقى الجزء ده بيبقى عنده حاجه اسمها ايه؟ اسمها امبيسيلين ريزيستنت جين. تمام. ده اول جزء. بعد كده عندي حاجه اسمها دي ان اي سيكونسنج، تتابع الدي ان اي. يبقى ده عباره عن ايه؟ تعرفوا التعريف مهم، ريدنج اند ايدنتيفاينج انديفيديوال بيزز ذات كونستيتيوت الجين. يبقى ان انا بقرا وبحدد القواعد مترتبه ورا بعضها كده، فانت تعرف ايه الجين ده من خلال ترتيب القواعد. طب لو انت عرفت ترتيب القواعد تقدر تعمل ايه؟ تقدر تصنع سبيسيفيك جروبز تانية. يعني ايه؟ يعني انا معايا ادي ترتيب القواعد هنا كده، انا عارفه ان هنا جي
عارفه تي عندي ايه، اقدر اصنع الشريط الثاني المكمل ليه، هقوم جايبه سي، هقوم جايبه ايه، هقوم جايبه تي، تمام. يبقى انا كده صنعت جروب ثاني. طب اقدر اصنع ايه كمان؟ اصنع برايمر بادئه للدي ان ايه. يبقى انا اقدر اعرف ترتيب القواعد فصنع جروبس وبرايمر، حاجتين بالبي اهو. وبالتالي لو انت عرفت تتابع الدي ان ايه، خلاص انا عرفت كل جين التتابع بتاعه ايه، فانا وصلت للهيومن جينوم بروجكت، عرفت والله تتابع الجينات بتاع اللون العين وليكن اللي هيدي بني عامل ازاي، اللي هيدي ازرق عامل ازاي، اللي هيدي اخضر، فانا عرفت الهيومن جينوم بروجكت، تمام. بيقول لي ايه هي التكنيكس اللي بستخدمها عشان احدد تتابع الدي ان ايه. قال لي اول تكنيك اللي هو ماكسيم جيلبرت ميثود، ماكسيم جيلبرت ميثود اسمه سبيسيفيك كيميكال كليفج بروسيجر، تمام. تاني واحد اسمه ايه، سانجر او سانجر داي ديوكسي ميثود، تمام. يبقى سانجر داي ديوكسي ميثود او تشين ترمينيشن، وفي اوتوميتد دي ان ايه سيكونسينج. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم بالماكسيم جيلبرت ميثود. ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لي انت هو اسمه ايه، اسمه سبيسيفيك كيميكال كليفج بروسيجر. انت بتعمل ايه؟ قال لي انا بيبقى معايا ادي الدي ان ايه اهو، باجي عند جزء معين، انا واخده منه شريط واحد، باجي عند جزء معين بماده كيميائيه، ماده كيميائيه هتقطع لي عند القاعده ايه، تمام. طيب وباجي بماده كيميائيه تانية هتقطع لي وليكن عند القاعده سي، تمام. ماده كيميائيه تانية تقطع لي عند جي، ماده كيميائيه تقطع لي عند تي، يعني كل ماده كيميائيه بتقطع عند حاجه معينه. فانا ببدا اكون فراجمنتس حتت من الدي ان ايه، الحته دي قصيره، الحته دي طويله، وباجي في الاخر احطهم على الجل الكتروفوريسيس، هفصل فصل كهربي، فبيبدا الاجزاء الصغيره تروح في البوتوم، الاجزاء الصغيره تروح في البوتوم، بعد كده الاكبر فالاكبر، وببدا اعرف التتابع من كده. يعني انا عرفت في الاخر التتابع هنا ايه، عرفت سي بعد كده وليكن تي، بعرف التتابع، تمام. يبقى انا كده عرفت الايه، دي ان ايه سيكونسنج، بدون دخول في تفاصيل. ده ابسط شرح للجزء ده يعني عشان ما اطولش فيه. يبقى هو عباره عن ايه، كيميكالي كليفج عند سبيسيفيك بيز، عند قواعد معينه، فتعمل تطلع ايه، فور سيبرت فراجمنتيشن، اربع حتت كده، عند كل حته اذا ريجنت ذات سبيسيفيكلي كليف دي ان ايه سيجمنت ات 1 اوف 4 نيتروجينس بيزز. يعني بيقول لك ان انت كل ماده كيميائيه، كل ريجنت هو سبيسيفيكلي بيقطع عند قاعده نيتروجينيه معينه من القواعد الاربعه دي، فبتطلع ايه، بتطلع فريجمنتس بديفرنت لينسز، باطوال مختلفه، وبتنتهي ات 1 اوف 4 بيزز. يعني عندك واحده فريجمنت بتنتهي بالاي، فريجمنت بتنتهي بالسي، واحده بالجي، واحده بالتي، وهكذا. سيبريتد اكوردنج تو ايه، السايز، قلنا القصير بيجري لتحت بسرعه. اون سيبريت لينز اون بولي اكريلامايد جل الكتروفوريسيس. البولي اكريلامايد جل الكتروفوريسيس ده نوع من الكتروفوريسيس، بيبقى فيه الجل ده، وبتبدا تفصل في لينز او مستويات مختلفه يعني، تمام. وبتكون حاجه كده ايه، لادر اوف بنتس، حاجه شبه السلم شويه، وتعرف لك التتابع اهي عشان نبقى عارفين. ده اسمه ايه، اسمه جيلبرت ميثود تكنيك. ده عباره عن ان انت ايه، بتفصل عند حاجه اماكن معينه عن طريق كيميكال سبستانس اهم حاجه، فبتطل. وبعد كده ده في بالجيل الكتروفوريسيس، بيبدا السي مثلا، الجزء بتاع السي يروح عند حته معينه، اللي انت قطعه عند السي، جزء قطعه عند السي، والتي يروح عند حته تانية هنا عند وهكذا، فاهمين؟ بجد مش عايز اخليكم في تفاصيل والله عشان ما تتلخبطوش، بس بنعرف في الماكسيم جيلبرت ميثود بنعرف ايه، ان هو بيبقى يحصل كليفج كيميكالي، وبيبقى فيه فور سيبريت فراجمنتيشن، كل ماده كيميائيه بتفصل عند قاعده نيتروجينيه معينه، وببدا احطهم بقى على البولي اكريلامايد جيل الكتروفوريسيس، ويترتبوا حسب الاطوال بتاعتهم او حسب السايز، وابدا اعرف التتابع من كده. طيب تاني طريقه معايا هي اسمها ايه، السانجر داي ديوكسي ميثود. ده عباره عن ايه، ده الموست كومن ميثود، اهم حاجه يسالني ايه الموست كومن ميثود، هي السانجر داي ديوكسي ميثود. انا السكر اللي معايا في الدي ان ايه اسمه ايه، اسمه ديوكسي ريبوز، تمام. ديوكسي يعني منزوع الاكسجين عند كربونه معينه، في كربونه معينه كده متشال منها الاكسجين او الاو اتش. ده بقى داي ديوكسي يعني متشال 2 اكسجين او 2 او اتش، يعني متشال من كربونتين مش من كربونه واحده. فانا لو استخدمت ده، لو استخدمت النيوكليوتيد دي،
في تصنيع الدي ان ايه، الدي ان ايه هيقف لان مش دي اللي هي محتاجاه. فانت بتعمل ايه؟ قال لي بستخدم دي اوكسي رايبو نيوكليوتيد تراي فوسفات. الدي اوكسي رايبو نيوكليوتيد تراي فوسفات دي داي دي اوكسي، يعني 2 دونت هاف او اتش جروب عند الكربون رقم 3، تمام؟ يعني الدي اوكسي رايبوز بيبقى ناقص منه اكسجين عند الكربون 2، انا باجي عند الكربون 3 واشيل او اتش كمان، شلت اكسجين كمان فبقى داي دي اوكسي، يبقى هو منزوع منه او اتش عند الكربون 3. فما باجي اصنع الدي ان ايه بيجي عند حته معينه ويبدا ينتهي، تمام؟ يعني انا في اول مره حاطه للقاعده ايه داي دي اوكسي، هاجي عند الجزء ده وهقف. تاني مره حاطه عند القاعده سي داي دي اوكسي، هاجي وليكن عند الجزء ده وقف. فانا طلعت اطوال مختلفه برضو من الدي ان ايه، هبدا ارتبهم بنفس الفكره بنفس الجهاز التاني اللي هو اسمه ايه بولي اكريلاميد جيل الكتروفوريسيس، وابدا ارتب واشوف تتابع الدي ان ايه بنفس الشكل كده، تمام؟ بيقول لي الطريقه دي اسمها ايه، اسمها ترمينيشن ميثود، لان انا بنتهي اما بلاقي الداي دي اوكسي ترايفوسفات. تالت طريقه اسمها اوتوميتد دي ان ايه سيكونسنج، دي عباره عن ايه، نفس الطريقه الثانيه بالظبط، هي نفس السانجر داي دي اوكسي ميثود، بس الفرق ان انت مش بتحط، يعني هنا بيبقى معايا اربعه فريجمنتس، اربعه فريجمنتيشن، وبتحطهم في اربع انابيب، وفي الاخر بتطلع لي ديفرنت لينز، يعني كل واحده في يعني مش كلهم على نفس الامتداد، فاهميني؟ طيب بعد كده ده بيبقى ايه، ده بستخدم فور فلورسنت ليبلز، حاجات هتنور لي بس، يعني صبغه او حاجات هتنور مكان مكان، يعني الفريجمنتيشن دي هتاخد لون معين ودي هتاخد فلورسنت او صبغه تانيه هكذا. بس بستخدم سنجل تيوب انبوب واحد بس، وبيترتبوا لي كلهم في سنجل لين على الالكتروفوريسيس في صف واحد، كلهم بيترتبوا في صف واحد، يعني استخدمت انبوبه واحده وكلهم اترتبوا في صف واحد. الميزه في الطريقه دي ايه، ان هي بتبقى افيشنت فعلا، طريقه كفء وبتتم في وقت قصير جدا في ساعات، وكمان بتستخدم في الـ في الفيري لارج سيكونسنج، لو انا معايا تتابعات كبيره جدا من الدي ان ايه وعايزه اعرفها استخدم اوتوميتد دي ان ايه سيكونسنج، تمام؟ يبقى احنا في الجزء ده عرفنا يعني ايه سيكونسنج، يعني ايه سيكونسنج، انا بعرف تتابع النيوكليوتايدز على الدي ان ايه، وايه التكنيكس، هي اول تكنيك معايا هي الماكسيم جيلبرت ميثود، واهم حاجه اعرفها فيها ان هي كيميكالي، حلو. تاني تكنيك اللي هو اسمه ايه، اسمه سانجر جيل الكتروفوريسيس، استنى عشان ما اتلخبطش، سانجر داي دي اوكسي ميثود، سانجر داي دي اوكسي ميثود. يبقى اول حاجه الماكسيم جيلبرت ميثود، ودي بتبقى كيميكال، سانجر داي دي اوكسي ميثود ان انا بستخدم ايه داي دي اوكسي نيوكليوتايد. وتالت حاجه اسمها اوتوميتد دي ان ايه سيكونسنج، والطريقه دي بتبقى فعاله اكتر وبتتم في ساعات قصيره، والاهم حاجه فيها ان هي في ايه، في سنجل تيوب، سنجل تيوب انبوبه واحده بس ومترتبه في ايه، في هي لين واحد بس، سنجل لين، تمام؟ تاني كده نمر سريعا سوا، يا رب ما تكونوا تهت مني. الكلونينج اللي هو الاستنساخ، ده بيبقى ان فيفو جوه الخليه، بحتاج ايه، دي ان ايه فراجمنت، انزيمات قص ولزق ريستريكشن ولايجيز، فيكتور عشان يشيل عليه الدي ان ايه، وهوست سيل يحصل فيها الكلام ده. انواع الفيكتور، البلازميد، البلازميد بيبقى سيركولار واوتونوماسلي ريبليكيشن، بكتيريوفاج بيبقى لينير، الكوزميد بين الاثنين ويستخدم في اللارج دي ان ايه فراجمنت. وكان عندي بعد كده البكتيريال ارتفيشال كروموزومز لحد 350 كي بي، وكان عندي بعد كده بيقول لي الامبسيلين ريزيستنت جين، ده بيميز لي ايه، بيميز لي الريكومبيننت سيل فروم النون ريكومبيننت سيل. وبعد كده بيقول لي الكلينيكال ابلكيشن للبروتين والفاكسين والجين ثيرابي في امراض زي السيستيك فايبروزس نيورو ديجنريتيف ديس اوردرز وادينوزين دي امينيز ديفيشنسي، تمام؟ بعد كده الدي ان اي سيكونسنج او تتابع الدي ان اي، التعريف ده مهم ممكن يجي ام سي كيو، ريدنج اند ايدنتيفاينج انديفيدوال بيزز ذات كونستيتيوت ذا جين، بستخدمه ان انا ممكن اصنع بروبس وبرايمرز، وبعرف الهيومن جينوم بروجكت ايه، هي الطرق اللي بس بعملها، بعمل يعني بعرف بيها تتابع الدي ان ايه، ماكسيم جيلبرت ميثود او سبيسيفيك كيميكال كليفج بروسيجر، ده اللي تعرفوها ان هي كيميكال كيميكال. انما السانجر داي دي اوكسي ميثود دي بيبقى اسمها ايه، تشين ترمينيشن، لان انا بستخدم داي دي اوكسي ميثود الريبليكيشن يقف. طيب الاوتوميتد دي ان ايه سيكونسنج، ان انا بستخدم وان تيوب سنجل تيوب سنجل لينز، سنجل تيوب سنجل لينز، دي الموست كومن، دي الموست كومن. انما الاوتوميتد دي بتبقى افيشنت ورابيد ان اورز، وبتستخدم في الفيري لارج دي ان اي سيكونسنج.
بس كده وصلنا لآخر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا معاكم يا رب يوفقكم وتعدوا الفترة دي على خير. وأنا معاكم في جروب الديسكشن لو محتاجين أي حاجة. وربنا معاكم يا رب، متنسوش تدعوا لي معاكم. السلام عليكم.